كان الثاني بسادس بس الله لا ينطي داعش دمر حياتنا. ان شاء من رحت على المدرسه وفرحت شفت صديقاتي ودرست وياهن ويعني تشوقت حيل على من شفتهن. داعش يعني من كنا نروح على المدرسه ينطونا كتب يعني ان كان سلاح ومدري يعني ينطونا كتب يدمرون حياتنا. المدرسه ام هي تعلمنا. طلعنا من بيوتنا من هنا ضايقونا حيل. صارت حرو خط صد وهاي صارت معركه معارك بيها من جبرنا راح نطلع من البيوت. والله الوضع سيء يعني بهدلونا لا اتشيل ما مقيديننا بكل شغله يعني.